الثالثة على حب سيد الشهداء، طيب الله أنفاسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال المولى الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العلي العظيم. لأجل تلاوة هذه الآية المباركة من سورة هود، طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. بعد أن بينا لجنابكم أن الأشياء التي نراها من حولنا لها منظر مادي وله حقيقة معنوية، القرآن نراه عبارة عن كتاب، أوراق، آيات مكتوبة، ولكن بالحقيقة هذا القرآن في عالم المثال له قدرة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهذا القرآن نور كاشف بين الحق والباطل، وهذا القرآن عند الله وإنه لدينا في أم الكتاب لعلي حكيم. إذن لا يغرك المظهر الخارجي، المهم حقيقة الأشياء. فبعد أن عرفنا ذلك طبقنا وقلنا بأن الظالم حقيقته نار مشتعلة، بمقدار ظلمه تكون قوة تلك النار. أنت تأكل ولكن لا تعرف هذه اللقمة إن كانت من حلال فهي شيء، أو كانت من حرام فهي نار مشتعلة. إذن يجب أن لا أكتفي بالنظرة التي أمامي، وإنما أدقق بالأشياء. الصلاة هي عبارة عن حركات، قيام وقعود، ولكن في حقيقتها أنت واقف على باب السلطان العظيم جبار السماوات والأرضين. دخولك للمسجد تعتبر مجرد فد مكان قريب من بيتك وتروح له، بينما بالحقيقة أنت تزور الله في عرشه. زيارة المريض تعتبرها شيء بسيط، علاقات عامة، صلة رحم، ولكن الله جل وعلا يقول لك يوم القيامة: عبدي لما لم تزرني في عرشي. عجيب، أنا أزور الله في عرشه؟ كيف أزورك يا ربي؟ يقول: بلى، مرض عبدي المؤمن ولو زرته لوجدتني عنده. عجيب زيارة المريض. جبران الخاطر، جبر الخواطر أقصر الطرق إلى الله سبحانه وتعالى. كف دمعة اليتيم من أسرع الأعمال إلى الله. الدمعة
في منتصف الليل من خشية الله تطفئ جبالا من النار. إذن أنت لا تشوف هاي الأعمال تشوفها بسيطة، ترونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تشوف هجرانك لوالدك أو لوالدتك شيء بسيط، هذا يهز عرش الرحمن. لا تتصور طلاق المؤمن من زوجته هين عند الله، وإحنا الطلاق على لساننا، كل ما اختلفوا يا زوج تطلق، كل ما اختلفوا يا أبوها طلق، كل ما صارت له مشكلة طلق. يقول يهتز عرش الله لثلاثة، هذا العرش العظيم، ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. هذا العرش العظيم، هسه أنا ما أريد أعطيك تصورات، يعني لو أبدو وياك بالتصور أصلا العقل ما يتحمل هذا الوسع الكون العظيم كله. بالنسبة إلى الكرسي كأنك ترمي ذرة تراب في بحر محيط، والكرسي في العرش كما ترمي قطرة في بحر. وهذا العرش يهتز لثلاثة، أولا لآه المظلوم، المظلوم إذا تأوه، إذا تأذى، إذا تألم، إذا نوخذ حقه، هاي الآه تهز عرش الله جل وعلا. بعد وثانيا لوقوع الطلاق على الأرض، إذا المؤمن يطلق زوجته يهتز عرش الله سبحانه وتعالى. وبعد لدمعة اليتيم، اليتيم إذا بكى من حرمان، من أذى، من حاجة، هاي الدمعة يقول تهز عرش الرحمن. إذن أولادي أحبائي، الظالم حقيقته نار مشتعلة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. المس المن لليركن، بينما النار المن للظالم، هو الظالم مشتعل وانت تركن إليه. صحيح تشوفه بالدنيا متنعم وناعم ولديه كل الإمكانات، لكن هذا لا يحسد، لأن هذا يشتعل بالنار. إذن قبل أن أدخل في صلب موضوعي لهذه الليلة، أحتاج منك مقدمة بسيطة تعيها وتتفكر بيها وما تنساها بعد. وعد لسيد الشهداء، أن أتقدم وعد أن هذه المقدمة سوف لا تنساها أبدا إن شاء الله، بالصلاة على محمد وآل محمد. أولادي القوانين نوعين، قانون تكويني، قوانين على نوعين، قانون تكويني وقانون تشريعي. شنو الفرق؟ الفرق إن القانون التكويني واقع لا محال. مثل إيش؟ مثلا حينما يشرب الإنسان السم هل يموت أم لا؟ شو تقولون؟ يدري يموت، ما يدري يموت، صغير يموت، كبير يموت، مؤمن يموت، كافر يموت. إذن أثر السم في بدن الإنسان أثرا شنو؟ تكوينيا. صح أقول له لا؟ أكلية، يأكلها المؤمن ينتفع، يأكلها الكافر ينتفع، يأكلها الكبير ينتفع، يأكلها الصغير ينتفع، لأنها نعمة تكوينية. لكن التشريع يختلف. شنو التشريع؟ مثلا دائرة المرور حطت قانون تشريعي، الما يلبس الحزام انغرمه. زين، كم واحد بيكم ما يلبس حزام؟ مئات اذا مو الاف ما يلبس حزام. زين، ضروري الما يلبس حزام يغرمونه؟ ضروري؟ شو يقول؟ لا، بس اللي يشوفونه، بس اللي يشوفونه يغرمونه. اذا هذا قانون تشريعي يمكن ان تفعله ولا يضرك. عرفت شلون؟ اكو قوانين تشريعية. الان
عندنا قوانين بالمحاكم، القاتل شنو؟ يقتل ولا؟ القاتل يقتل، لكن كل قاتل قتلوه؟ لماذا؟ لأن قانون تشريعي يجوز التجاوز عليه، إما ضعف القضاء ما يخليهم يوصلون للمجرم، ويا إما يدفع بصفنة ما أقول فوق هاي القارة يروح هناك، أو يطلع إلى أي دولة أخرى، أو يمسكون واحد مكانه مسكين يجي يعطونه كم فلس يقول أنا القاتل. شو تقولون؟ هاي شو يسمونه؟ قوانين تشريعية. إذن القوانين التشريعية ربما تصيب وربما تخيب، فبعض الناس يقيس قوانين الله سبحانه وتعالى على من؟ على القوانين الوضعية. يقول بما أني أنا فعلت ما فعلت بالدنيا وما حد درى بي، وبما أني خالفت القوانين وما حد عاقبني، إذن أنا إذا أختل وأقعد بغرفة أو ما حد يشوفني أفعل ما أشاء. شو نقول له؟ نقول له أنت مخطئ، لأن كل قوانين ربك شنو؟ تكوينية، محال أنك تفعل ذنبا ولا تصيبك نتائجه أبدا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ما تقبل غلط، ما بيها شعرة. ليش؟ هسا أنا قاعد بغرفة ببحد، كم نفر وياي؟ بالله خلنا نحسب. أنا هسا أدخل بغرفة وأغلق الباب علي وبحدي قاعد، كم نفر وياي؟ أولا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، الله يشوفنا لولا زين، ورسوله اثنين، والمؤمنون ثلاثة، الأئمة 12 والله ورسوله كم نفر صاروا؟ 14، ورقيب وعتيد 16، ومعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 24، والشيطان القرين هاي 21. شو تبين احنا مفضوحين؟ هاي عود بوحدك انت، ما حد وياك. يقول لي انا شو مسوي؟ انا لابد. صحيح لابد، 21 نفر جاي باوع عليك. ثم انا نستنسخ ما كنتم تعملون، كل صور صوت وصوره. زين، اذا مولانا عرفت الفرق بين التكويني والتشريعي؟ التكويني ما يقبل غلط، المقدمات تؤدي إلى نتائج، المقدمة الحسنة تؤدي بك إلى نتيجة حسنة، والمقدمة السيئة تؤدي بك إلى نتيجة. فلا تتصور أنك بالمقدمات تخربط وتريد نتائج صحيحة. هواي ناس يشيلون يديهم، إلهي ما يستجيب الدعاء، إلهي شو ما يستجيب الدعاء؟ لما نرجع إلى مقدمات الفعل مالته نلقاها مقدمات شنو؟ كلها اشتباه. يشغل الثلاجة ويريد يسمع محاضرة، زين الثلاجة مو مال محاضرة، الثلاجة مال تبريد ماي بارد. شايف شلون؟ احنا شو يسوي؟ يريد النعمة، يريد الفرج، وهو مقدماته لا تؤدي إلى ذلك. أضرب لك مثال بسيط أبسط منه ماكو. هسه أنا أرد أسوي عجين، أرد أسوي خبز، شنو المقدمات؟ طحين، مي دافي، شوي ملح، خمرة، أعجن، النوب، أشعل النار، ما شكل لولا؟ يختمر العجين، أقطعه، ثم خبزه، صح لولا؟ هسه شقد احتمال ناكل خبز؟ هاي المقدمات؟ احتمال 95%، هسه وحدة تطيح بالتنور، وحدة تخرب ممكن. لكن إذا بالمقدمات أنت جايب طحين وشوية نفط وشوية خمرة وملح وعجنت، هسه شقد احتمال تاكل خبز؟ صفر. لماذا؟ لأنه دخل عنصر سلبي بالمقدمات. فالمقدمات الخطأ 100% تعطيك نتائج خطأ. أنا أريد عائلة مرتبة، وأريد زوجة مؤمنة مطيعة، وأريد أولاد مرتبين ومؤمنين، وأنا بالخطبة 6 أشهر بدون عقد أمشي ويا المرأة، وأنا بالزفة فعلت ما فعلت، مو موسيقى واختلاط، مو وترك للصلاة، زين، وربما بعض المنكرات، وشنو أريد؟ أريد من الله يوفقني. منين يجي التوفيق؟ منين يجي التوفيق؟
لكن لما تيجي تقرأ عند أهل البيت عليهم السلام يقول لك أنت ما يجوز لك أن تختلي بالمرأة قبل العقد. إحنا لا يجي خطاب والله خطيبها أجي وطلعت ويا خطيبها وين راحت بيت خطيبها. زين هاي الفترة اللي من الخطبة لحد العقد هاي بحساب من بلحية من مو لا. وبعدين اختلفوا وتعاركوا يابا فسخ الخطوبة ذبت المحبس وراحت. زين هاي الفترة اللي طلعت وياه وقعدت يمه واختلا بها وهاي برقبة من مو. إذن احنا مين متعلمين عاداتنا؟ من الأفلام متعلمين، من تركيا متعلمين، من المسلسلات اللبنانية. بينما أهل البيت يقول تعقد العقد ويوم الزفة لازم شو تسوي؟ تتوضأ وتدخل على وضوء والمرأة متوضئة، ثم تضع يدك اليسرى على رأسها وترفع يدك اليمنى، اللهم إن هذه أمتك بنت عبدك بنت أمتك ملكتني ناصيتها على سنتك وسنة رسولك، اللهم اجعل دخولها علي دخول خير وبركة مهجللة، وارزقني منها الرزق الحلال الطيب، وارزقني الذرية الصالحة تعبدك لا تشرك بك شيئا، وتصلي ركعتين وهي تصلي ركعتين. هاي المقدمات الصحيحة التي تنتج ذرية صحيحة. حسب الله التقايس ما بين هاي وما بين اللي نسويه. إذن شنو خلي بالك أريدك ما تنساها، قوانين رب العالمين شنو هي؟ قوانين تكوينية ما يمكن تتجاوز عليها. ما المسألة ما تصلي وتقول أنا باكر من أكبر أصلي، أنت تدري جاي تسوي؟ جاي تقطع حبال الوصل مع الله سبحانه وتعالى الذي هو يعطيك قيمة الأعمال، هو اللي جاي يوفقك، هو جاي رزقك. أنت شايف واحد قاعد على طرف، قاعد على طرف الغصن ويقص به، يمو أنت نتيجة القص راح توقع أنت والغصن. طالع برمضان مفطر، قلت له ليش مفطر؟ قال مو أنا أشتغل وما أقدر أصوم. قلت له عجيب، هو من الذي يرزقك؟ قال الله يرزقني. قلت له أنت منا محاربة، أنت منا معاندة، أنت منا مو طايعة، وش تريد منه؟ تريد رزق من عنده. عرفت شلون؟ إذن أولادي قانون الله جل وعلا قانون تكويني، ما المسألة أنا أركن إلى الظالم وما تمسني النار صعبة ما ممكن. زين هذا الركون أولادي، هذا الركون هو جاي ترى يسوي بالمكيف، ما جاي يسوي شيء، هو يعدل بالمكيف وانت تعايل له، وأنا يمك 45 دقيقة وارد أمشي، قضينا عمرنا بالصفنات. خلي بالك يمي، يتحرك واحد انت مالك شغل يمه، وأنا هم ما أعوفك تخلي بالك منه، لأن أكو فرق بين المحاضر الناجح اللي يؤدي وظيفة، أكو واحد يؤدي وظيفة سمونه تكليف وظيفي، أنا وظيفتي أصعد على المنبر أحكي 45 دقيقة، هسه افتهمت ما افتهمت هذا بعد مو يمي، وظيفتي معلم دار دور نار نور، اتعلموا وتعساهم لا تعلموا، أنا تاني رأس الشهر يعطوني راتب، هذه يسمونه شنو؟ أداء وظيفي. بس أكو أداء تكليفي، أداء شنو؟ تكليفي، أنا مكلف أن أعلمك، أنا مكلف أن أوصل لك الفكرة. قال رسول الله أمير المؤمنين عليه السلام ستأتيكم فتن كقطع الليل المظلم، فتن فتن، ستأتيكم فتن كقطع الليل المظلم إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها، إيدك ما تشوفها، فإذا كان ذلك فليخرج العالم فليظهر العالم علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله. إذن تكليف علينا، فلذلك أنا ما أتركك تخلي بالك يمنى يسرى، لا أريد المعلومة تنتقل حتى أكون أنا ناجح أمام الله وأحصل شنو؟ ثوابي على أتم وجه. إذن الظالم هسه ابن عمك، ابن خالك، رئيس كتلتك، رئيس مؤسستك،
أنت مجرد أن تركن إليه يمسك النار، كنت كن من تكن وشئت ما شئت. هسا الركون شنو معناه؟ الركون التعاون، يعني الظالم يأمر وانت تنفذ. الركون الميل، يعني قلبك راضي عنه، قلبك مايل إليه، من يحجون عليه ما تقبل. هاي اثنين. الركون الاعتماد، يعني أنا خالي واحد بالجانب السياسي معتمد عليه، كل ما تصير عندي شغلة أشيل تليفون أخابره، هو يقضي لي شغلتي. اعتماد. إذن الركون التعاون، الركون الميل القلبي، الركون الاعتماد، الركون المحبة. ظالم بس أنت تحبه، هاي المحبة بالقلب الله سبحانه وتعالى راح يحاسبك عليها. لأنقفوهم إنهم مسؤولون، ها؟ ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بشنو؟ أو القلب السليم. كن ما بي حب لظالم، لأن أساس الإيمان شنو؟ التولي والتبري، أن تتبر من أعداء الله وتوالي أولياء الله. وإنما النفاق أن تجمعهم، تحب يزيد والحسين ما يصير، تحب معاوية وعلي ما يصير، تحب النبي وأبو لهب ما يصير. لماذا؟ لأنهم أضداد. عرفت شلون؟ فإذا الركون الميل الاعتماد، بعد الحب والمودة. تعرف شنو المودة؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا شنو؟ ترى المودة غير الحب. المودة هو التطبيق العملي للمحبة. تطبيق شنو؟ العملي. يعني شلون؟ هسا أنا أحب أبوي، وإذا واحد يحكي على أبوي شنو؟ ما أرضى، أحبه. بس من يقول لي بني افعل كذا ما أطيعه، شو يسمون هاي؟ أحبه بس ما عندي مودة. يعني الحب ما دفعني للطاعة. إذن المودة هي الطاعة لمن تحب. إذا أنت تحب الإمام علي لازم تطيعة، إذا تحب الإمام الحسين لازم تطيعة. مو أنا أحب الإمام الحسين وأفعل الأفعال التي لا يرضاها الإمام الحسين. كثير من عندنا شباب يحب أمه ويحب أبوه بس ما هو مطيع. فهذا الظالم لا محبته ولا طاعته، إنه من يأمر تفعل ما يشاء. عرفت شلون؟ زين هسه واحد شي يقول لي، يقول لي زين أنا موظف، أنا موظف أخذ راتب، ومدير الدائرة ظالم، بالله شلون؟ ما طيعه، ما أنفذ. ها هنا أكو نقطة جدا مهمة. الطاعة، الميول، الركون في أمر الدين ليس في أمر الدنيا، في أمر الدين. يعني طبيب مثلا كافر وأنا مشتغل جوا إيده، لما يقول لي افعل كذا ما أفعل، لا أفعل. أستاذي يهودي، أستاذي يهودي، أستاذي مثلا هندوسي، أساتذتنا كلها كانت بالجامعة هندوس، مسيح، هندوسين، هنود، نطيعه ونحبه كأستاذ، لكن يجي يفعل فعل ضد ديني ما أطيعه. حتى أمي وأبوي إذا يريدون يأمرونك صدق تحبهم، صدق تودهم، لكن إذا صار أمرهم ونهيهم يتعارض مع الدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم شنو؟ فلا تطيعهم. وصاحبهما في الدنيا معروف. إذن أولادي، الركون إلى الظالم، ها، الركون إلى الظالم مس للنار، هو نار وانت تركن إليه. وأبسط مثال هسه أخواني أولادي متولدين من بعد 95، هذا ما يدرك ما كان، ما كنا عليه. هذا الظالم اللي كان، منو اللي قواه؟ منو؟ شاعر يكتب له قصيدة، ومغن يغني له، وكاتب يكتب، وملحن يلحن، وأجهزة أمنية تحميه، ها، وأجهزة تكتب له التقارير، وغيره يسوق الناس سوقا إليه، ها. من اللي قواه؟ اللي قواه طاعتنا،
يعني أنا أتذكر بالاعتقالات كان يجي واحد أصلاً ما أدري من الغربية يقول لي أنا عارفك أنت وين تشرب ماي، أنا ما عارفك وين تشرب ماي، لكن اللي جابك من نكوبيك وتعال راويك التقارير، الزوج يكتب على زوجته، الجار يكتب على جاره، الصديق يكتب على صديقه، هذا الميل هذا الركون إلى الظالم إلى نتائج مولانا، والنتائج إحنا نتحملها. شنو النتائج؟ أول نتيجة تقوية الظالم، إذا اليوم يقدر يظلم 10 باكر يظلم 100، وإذا ظلم 100 باكر يظلم مليون. وشفتوا أنتوا شنو اللي صار؟ قام يذبح أولادنا أحياء مثل فرعون، نذبح أبناءهم ونستحيي نساء. على الأقل فرعون كان يذبح الرجال ويخلي النساء أحياء يستخدمن، هذا ما خلّه لا رجال ولا نساء. يقول أنا ما أخطأ خطأ يزيد، هو نفسه يقول أنا ما أخطأ خطأ يزيد، لأن يزيد وقع في خطأ جسيم. شنو الخطأ الجسيم؟ قال قتل الحسين وأبقى زينب، فزينب قلبت عليه المواجع وقلبت نظامه رأسا على عقب. فأنا حينما ظفرت بالسيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه قتلته مع أخته حتى لا أبقي لهم باقية. عرفت شلون؟ من اللي سكت؟ إحنا اللي سكتنا، إحنا اللي ملنا، إحنا اللي هوسنا ورقصنا وصفقنا وكتبنا قصايد، ومن عندنا وبينا، وهذول هم عايشين ويانا ولليوم موجودين، لاحظ، ويشجعون وينفخون وينفخون إلى أن وصل لهاي المرحلة اللي بعد ما قدنا نأمن. وخلى نتيجتها شنو؟ نتيجتها إن الشعب قام يبيع أبواب بيته، قام يبيع السقف، قام يبيع ممتلكاته. وبعض الناس، أنا أعرف أستاذ من كثر ما أهين، من كثر ما ضاقت به الدنيا قتل نفسه وقتل عياله. هذا مو حق، يعني نقول حق، لا، وصلت به الحالة لهالمرحلة إن أطفاله ما يقدر يأمن لهم لقمة، وهو أستاذ جامعي، وانتوا شفتوا بحيث الراتب ما قام يكفي إنك تشتري دجاجة أو تشتري كم كيلو من الطحين. ما أدري أنا أحكي على المريخ لو أحكي على العراق، وكلكم عشتوها. لماذا؟ نتيجة هذه الآية ولا تركنوا. إحنا ما سمعنا كلام الله وركننا خوفا على الدنيا، خوفا على النفس، خوفا على الزوجة، خوفا على الأولاد. إخواني أروي لك هاي الرواية. أكو فلاح فقير يشتغل خادم بقصر، صاحب القصر ما شاء الله عنده ما عنده، وهذا يشتغل يلقح يسوي الورود ينظف الأرض، فيعطيه ما قل ودل، يعني شيء بسيط. وهذا صاحب عيال عنده كم ولد وكم بنت، آخر اللي يلتذرون الفلاح يطلع ويا الشمس ويرجع المغرب. فمن رجع المغرب لقى أولاده نايمين وزوجته تنتظره قاعدة بالباب، سلم عليها، سلمت عليه، قالها أين الأولاد؟ وين البنات؟ قالت له نصي صوتك، أنا قوة نومتهم، عشا ما عندي. فما زال ناموا لا يقعدون، لأن إذا قعدوا بعد شلون منين أدبر لهم طعام؟ قالها صلوا؟ قالت له تريد الصدق؟ ما صلوا، قبل لا تغرب الشمس ناموا، وخلهم نايمين على نومتهم، هسه على الأقل بدل ما عشوا ريوق خلي بس ريوق. قالها إن الله أمرني أن آمرهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر عليها. الله أمرني أقعدهم للصلاة، أما الرزق بيد من؟ بيد الله، نحن نرزقهم وإياكم. الرزق عشاء غدا ريوق هاي على من؟ على الله. بس أنا شنو مأمور واجبي؟ أنا أقعدهم يصلون، أوقظيهم. هي هم راحت قعدتهم، توضوا، صلوا مع أبوهم وقعدوا، وإذا بعد ساعة طرق الباب. صاحب القصر كان عند جماعة تجار عداعيهم للتفاوض على تجارة، فما اتفقوا، اختلفوا، زعلوا، مشوا، ظل الأكل ما لذ وطاب مع الفاكهة. وين يوديها؟
جابها للفلاح قالها أما قلت لك إن الله تكفل بالرزق، أنا علي أسوي اللي أقدر عليه والباقي على الله سبحانه وتعالى. أنت مو ملزم أن تأمن عيالك إلا بيت من تموت وإلا لا لا، هذا اللي تقدر عليه، هذا اللي تقدر عليه. منو يستاهل أنت تدخل جهنم على موده؟ منو يستاهل؟ ها؟ يعني هاي الزوجة لما تعصي أمك وأبوك وتدخل جهنم على مودها تسوى؟ باكر أنت خاف ابنك يقول لك يبا وأروح لك فدوى ويومي قبل يومك، ترى كله كذب، الله وكيلك كله كذب، وخلي يجي عزرائيل وخلي يحطونك هذا القبر وفي أمان الله. ياهو لي ذكرك، ها؟ هذا أبوي الحاط أنا صورته بالدي من أطب أشوف أقرأ له الفاتحة، وإذا ما شفتي ربما ما يجي على بالي، صح لو لا؟ منو بينا قاعد فوق القبر وظل بس ينحب إذن نفسي نفسي. الله قال وجاهد في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. نعم أداري الباقين، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لأن الركون يؤدي إلى نتائج حتمية. شنو النتائج؟ أولا تقوية الظالم، واحد. اثنيا اتساع رقعة الظلم، إذا كان يظلم بالبصرة باكر يظلم البصرة والعمارة والناصرية، وإذا تركناه راح يظلم الديوانية والسماوة وبغداد، وهكذا يتمدد. فرعون احتل الأرض بعدين ايش قال؟ أنا ربكم الأعلى. ما كفت الأرض بعد، ما تكفي الأرض، يريد نوب حكومة السماء. إذن الركون يؤدي إلى تقوية الظالم، واحد، واتساع رقعة الظلم. إذا كان قبل بس يريدك تكون كذا، اليوم يريد أموالك، تطيع أموالك باكر يريد عرضك، تطيع عرضك باكر يريد رقبتك، مع المسألة يعوفك ما يعوفك. إذن الركون إلى الظالم مس النار. الثلاثة ونقطة جدا مهمة، ثلاثة شنو هي؟ اضمحلال مفهوم القبح. إخواني أولادي، إحنا قبل خاصة شيابنا الآن من يشوفون وضعنا ووضع شبابنا يستغربون، لأن هذا كان عيب، إيش معنى صار مو عيب؟ جاي تحسون إن شغلات عيب الآن صارت مو عيب، لا وبعدين ورا شوية رح تصير واجبة وضرورية. لماذا؟ لوجود الظالم ولركوننا إلى الظالم. قبل بالتفلان طالعة مفرعة، عجيب شفنا زوجة تفلان بالسوق، فشي يعني. والمرأة إذا تعدوا الزلم تقعد على صفحة لما يتعدون الزلم احتراما وحياء. هسا الزلم يريدون يخلصون منهن ما هم خلصانين، هي تجي صدر بصدر، وين يولي؟ الله يساعد الشباب عمي، القابض على دينه كالقابض على جمرة. قبل أجلكم الله، أجلكم الله، هاي المرأة المنحرفة تداري نفسها، لا يدرون بيها، ولها أماكن خاصة محدودة ها تتحرك ضمنها وبتنكر. الآن لا، بالعكس، هن لي حكما، هن لي حكما بالشارع، وتقول للضابط إذا ما نقلتك هذه مو علي، تكذب وصلة من شعرها، أو ثاني يوم تلقى الوزير الفلاني وطاحوا بهذا الضابط ونقلوه، صار الحكم المن. قلوا لي ما احسنت، ما ندري تحسون بالظلم لو ما تحسون. ظهر الفساد في البر والبحر، بعد ايش بقى عندنا؟ اللي باقي شنو؟ ولازم احنا نسولف، تركيا ماخذه 20 كيلو من الشمال، الاردن منا ماخذت الا صفحه، السعوديه ماخذه صفحه، الكويت ماخذ صفحه. انت عبالك عندنا سياده؟ فنه هسه رئيس الوزراء اذا قالهم ما نعطيكم نفط، فنه مثل ما سووا بعادل عبد المهدي، بس راح سوى الاتفاقية الصينية رأسا قوموا له جماعة ومشيت. وما نقدر نسولف، تدرون ليش؟ لأن من يقول صاحبي ظالم؟ احنا نفسنا مجزئين، قسم لهاي الكتلة وقسم ذاك التيار وقسم لهاي المؤسسة وقسم لهذا الحزب. إذا أقول فلان قاموا لي 20، وإذا أقول فلتان قاموا لي 50،
إذن الله منه صاحبه، وراح نبقى وشوية شوية تروح حقوقنا ونشوف هاي النتائج. إخواني أحبائي، لذلك اليوم راح أقسمكم ثلاث مجاميع، اليوم راح أقسمكم ثلاث مجاميع، مو أنا أقسمكم، القرآن يقسم، يقول الناس إذا رأوا المنكر ينقسمون ثلاثة أقسام. المجموعة الأولى التي تفعل المنكر، أكو ناس فاسدة تفعل المنكر، وأناس آخرون ينهونهم عن الفساد. إذن مجموعة فاسدة ومجموعة شو تسوي؟ تنهى عن الفساد، وأكو مجموعة ثالثة ما ينهون عن الفساد، ما هم راضين بالفساد، بس يروحون الذولا كل ينهون، يقول أخوي ادعوا فيهم، هسه الله هو ياخذ حقنا، هذول فساد. أخوي علي من تتعب روحك، علي من لسانك وتحكي، ها وش يفيد وياهم؟ أما الله، الله إن شاء الله يوم القيامة. كم مجموعة صاروا؟ المجموعة الفاسدة، المجموعة اللي تنهى عن الفساد، ومجموعة ثالثة هذول ماكو إجاك وقال لك خويا ما لنا والدخول والسلاطين، هسا تخاف يقتلونك، ها خاف يذبحوك، خاف يطردوك، اسكت خويا اسكت، الله يعاقبهم ان شاء الله، الله عليهم. هاي المجموعة الثالثة، الله شو يقول؟ اقرا لكم لو ما اقرا لكم؟ في سورة الأعراف، شوف هاي الآية اليوم راجعوها، الآية 164 شو يقول؟ وإذ قالت أمة منهم، وإذ قالت، إذن كم أمة هم؟ ثلاثة. أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. تقل لمن هاي؟ تقل لي آمرون، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ردوا عليهم ذول اللي ينهون عن المنكر، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، بلكي والله يتقون. فشوف جواب الله، يقول فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الله ينجي بهم منه، بس الذين ينهون، خاف هذا يقول لك خلي يولون مو خوش وادين، بس انت لا تحكي، هذا يروح بالرجلين، يروح بحساب من؟ يروح بحساب الظلمة، لأنه أسكت اللسان الذي ينطق بالحق. يقول فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. توجهت إخواني؟ إذن لا يجوز لك أن تسكت عن الباطل، لا يجوز لك أن تسكت عن الظلم، لا يجوز لك أن تقدم حقك وإن كنت ضعيفا. هذا الذي فعله سيد الشهداء، هو هذا الفعل سيد الشهداء، عنده قوة مكافئة ليزيد؟ ما عنده، لكن سوى شغلتين، سوى شغلتين سيد الشهداء، ولو أقول لكم بيها صار عجيبة، سوى شغلتين يومي احنا نسويها ببيوتنا. إذا عندك تمن بيدنان لو صخر، تلقط التمن لو تلقط الدنان، ها ها شو يسمون العملية؟ تنقية، تنقية لقط، يعني أشيل الحجارة أذبها، لأن الكثرة شنو؟ الكثرة تمن، بس قليل أكو حجر وحصى ودنان، أنت شو تسوي؟ تنقية. لكن إذا أجيت لقيت تراب وبيه كم تمنه، هسه العمليه شو تسويها؟ بالعكس، شو يسمونها هاي؟ تقوم تلقط بالتمن، شو يسموها؟ يسموها استخلاص، تخلص التمن. اذا اكو فرق ما بين التنقيه والاستخلاص؟ اكو لو ماكو؟ مره التمن كثير والدنان قليل، تنقيه انقيه، ومره لا والله هو كله طبق متروس دنان بس بيع 10-15 حباية تمن، شو أسوي؟ أخلصهن من الدنان. عرفت شلون؟ زين، هسه الفساد منتشر لو الصلاح منتشر؟ منو الأكثر الفساد والصلاح؟
إذا يريد لي أن أخلصهم أطلعهم من هذا الجو الفاسد، ايش يحتاج؟ أخلصهم. لذلك الحسين سوى العمليتين، بالليل سوى شغلة وبالنهار سوى شغلة. بالليل ايش قال لهم لأصحابه؟ الليلة ليلة الصحابة، ماذا قال للصحابة؟ قال لهم ها هذول القوم يطلبون رقبتي، فكل واحد بيكم ها يأخذ بيد أحد من أهل بيتي واتخذوا الليلة جمع. عجيب، أنت تريد تجمعهم لو تريد تفرقهم ها؟ قالهم هذول القوم جايين، هاي علقت روح علي بن أبي طالب بين جنبي، فإذا قتلوني انشغلوا بي عن غيري، فأنتم ليش تقتلون روحكم؟ كل واحد بيكم ياخذ بيد واحد من أهل بيتي واتخذوا الليل جملا، امشوا. إذا نريدي شي يسوي؟ يفرقهم. زي النهار العاشر شي يصيح؟ هل من ناصر ينصرنا؟ عجيب، حتى بالليل تريد تفرقهم تقول لهم روحوا، وبالنهار تريد تجمعهم. توجهتوا لهاي الحالة؟ لو بالنهار يريد يجمعهم بس بالليل يريد يفرقهم. لماذا؟ لأن بالليل مع خلص أصحابه الخير زايد، بس خاف واحد بيهم قلبه يلعب، يريد يطلعه، يريد ينقي أصحابه، هواي قاعدين وكلهم مخلصين، بس خاف بيهم واحد اثنين يريد شنو؟ ينقيهم. بينما الصبح قدام من هو؟ قدام جيش يزيد، كلهم منافقين، كلهم كفار، كلهم خارجين عن الدين، بس يقول خاف واحد بيهم بخير برحمة، فش قال؟ هل من ناصر؟ يريد يستخلصه، فبالليل راد ينقي وبالنهار شنو راد؟ يستخلص. هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ وفعلا الحر كان وياهم، الحر كان وياهم، رأسا استخلصه، طلعه من بين الأكوام وبين المنافقين وبين الكفار والمجرمين. إذن العملية هكذا، النبي الإمام سلام الله عليه أراد أن يستخلص، ما بقى عند أحد. فزينب عليها السلام قالت لأبا عبد الله يا أخي هذول جماعتك اختبرتهم؟ هذول جماعتك ما يسلمونك كما سلموا أخي الحسن؟ ما يسلمونك ويتركوك كما فعلوا مع أبي أمير المؤمنين؟ قال والله لقد اختبرتهم اختبارا، فوجدتهم يستأنسون بالموت معي كاستئناس الطفل بمحالب أمه. قال خجلوني، واقعا خجلوني. وفعلا بالليل هو قاعد وياهم قال له يا حبيب تدري وين قبرك؟ حتى لا تقول أنا باكر فائز واحتمال أنجو، لا لا، أتعلم أين قبرك؟ قال أين يا أبا عبد الله؟ قال له قبرك بين منحري وقبري. شايفين مثل الأسد ها؟ مثل الأسد. قال له اللي يطب علي أول ما يطب تصير علي يسارة يسلم عليك، ومن يطلع تصير على يمينه مثل الأسد رابض. يا أبا الفاضل؟ قال نعم مولاي. قال له أنت الوحيد اللي لك ثلاث قبور، لك ثلاث قبور، قبر لبدنك وقبرين لكفيك الشريفتين. بني علي أتعلم أين قبرك؟ قال بلى يا أبا عبد الله. قال له أنت عند قدمي أيام رجلي، أنت ما أقدر أفارقك. لاحظوا واحد واحد يدليهم على مكان قبورهم. وثاني يوم قاموا إلى القتال يتزاودون يتسابقون لأن يموتوا بين يدي أبي عبد الله الحسين، حتى أبكوا الإمام الحسين. هذا جون رجل عبد مولاه، إجاله قال له سيدي تسمح لي أقاتل؟ قال له يا جون أنت تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلنا بدمك، أنت جاي تلحقنا تاكل. فش قال له؟ قال له سيدي أبو عبد الله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أتخلى عنكم، أكلتني السباع سيدي حتى يختلط هذا الدم الأسود بدمائكم. وهذا الشاب تركي ما إلا لا عشيرة ولا هاي طلع يصيح أميري حسين ونعم الأمير ها. وهذا الشاب المسيحي جديد العهد بالإسلام ها، جديد العهد
يريد يهجم زوجته شباب مسكت بطراف ثوبه، قالت له تتركني يا وهب انا شابه وتوني جديده العهد بالزواج، قالها اليك عني، هذا ابن رسول الله لوحده وهذول محتوشين من كل مكان وتريديني ابقى. امه الشجعه بيض وجهي يا وهب امام الحسين وزوجته مشلبه بي، يقاتل قتال الابطال. يقول ورا شويه سمع زوجته تصيح علي يا وهب قاتل دون الطيبين. قالها عجب يا امراه، من الساعة انت تعيقيني وهسه انت تشجعيني. قالت له لا تلومني يا وهب، واعية الحسين كسرت قلبي، ما سمعت من الحسين. يقول قالت له شفت واضع رأسه على عمود الخيمة وينادي وها قلة ناصرة، رحم الله من نادى وحسينا.